مجدي عبد المقتدر استاذ جراحه تجميل وكليه طب الازهر اعمل مستشفى الحسين الجامعي. اولا بنصح الشباب خصوصا شباب جراحه التجميل ان هم يحاولوا يحضروا المؤتمرات العلميه لان يعني بتبقى مفيده جدا 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 ليهم، لان المؤتمر العلمي ده بينقل خبرات خلال اجيال متتاليه ابتداء من اساتذه جراحه التجميل اللي هم لهم باع طويل في المجال الطبي وبقالهم على الاقل 25 فيما فوق سنه بيشتغلوا في هذا المجال، فبيكتسبوا خبره كويسه جدا. بيجي كل استاذ منهم ينقل الخبره دي في خلال 7-8 دقائق اللي هي موضوع محاضرته. ربما لو الطالب او الدكتور الشاب اللي لسه في مقتبل عمره لو قعد عشان يحصل المعلومه اللي اتقالت له في السبع دقائق او 8 دقائق دول ربما يقعد ايام واسابيع بل وشهور عشان ياخد الخبره دي. فانا بنصحهم نصيحه ان هم يحاولوا ما يفوتوش مؤتمر ولا يوم علمي الا ما يجوا يحضروا، لان فعلا انا في شبابي كنت كده وكنت بحضر كل المؤتمرات وكنت بستفيد جدا من اساتذتي، ونقل الخبرات دي حاجه مهمه جدا جدا. فبنصح شباب جراحه التجميل كلهم ان هم يجوا يحضروا المؤتمرات دي ويواظبوا عليها، لان هي فعلا مردودها على حياتهم العلميه هتبقى عاليه جدا ومستقبلهم الطبي. فبل ارجوهم كمان ان هم ما يتاخروش ويحاولوا يبذلوا ووفروا وقت للموضوع دهوت، ونعدهم ان احنا في كل المؤتمرات وكل المجالات ان احنا نقدم لهم الجديد والحاجات اللي المهمه بالنسبه لهم ان شاء الله، وربنا يوفقهم ويكرمهم ونتمنى لهم كل خير ان شاء الله.